جيت هنعمل دلوقتي الوصفة التانية، مشروب الصيدلية. والله يا جماعة ظريف، ممكن مش كل الناس تحبه بقى، تقعد تقول لا وبتاع، بس صدقوني احنا عايزين نخلص من البرد، مش نخلص خالص، لا بعد الشهر علينا نخلص، بس من ايه الوعكة الصحية بسبب تغيير الجو والمدرسة والعيال والحاجات دي. حتى لو هيشربوا فنجان صغير كده، تعمليه لهم يشربوا منه فنجان صغير، واحنا الكبار بقى ايه العاقلين الفاهمين هنشربه، حتى لو طعمه مش قد كده هيشرب. بصوا انا معايا معلقه ينسون، ينسون مش مطحون، صحيحه تمام، ومعانا عودين ثلاثه كده من القرفه، معانا كمان نص معلقه صغيره ممسوحه من الكركم، ومعانا ربع كوبايه من الجنزبيل الفريش، يعني فنجان برضو كده، فنجان قهوه تكوني مليان من قطع الجنزبيل المتقطعه حتت صغيره كده، ويكون جنزبيل فريش تمام. معانا كمان نص كوبايه من عصير البرتقال، يعني مثلا برتقانه ولا اتنين اعصريهم، يا ستي اعصري برتقانه واحده مش مشكله تمام. معانا كمان عصير ليمون، معلقتين من عصير الليمون، يعني الليمونه كبيره كده حلوه، ومعانا كوبايه من الميه، وعسل ابيض زي ما تحبوا، بس طبعا احنا مش هنحط اكتر من معلقه واحده وبس. طعمه والله بصوا ظريف، يعني مش وحش، بس الناس اللي ما بتحبش النكهات دي قوي وبتتضايق وكده، معلش اتضايقوا بس عشان نخف، بص اتضايقوا يعني هنعمل ايه بصراحه. وكوبايه ميه انا قلت لكم، فانا هنا معايا ميه، هنحط كوبايه كده، وهحط في الكوبايه كل المكونات الظريفه دي ما عدا العسل الابيض، لان هو في الاخر العسل الابيض هنحلي بيه تمام، وعصير البرتقال مع الميه والجنزبيل الفريش، لازم فريش بلاش الباودر بقى، مش هينفع يعني الباودر بنحطه في الاكل، لكن ده عايز فريش. وقلنا ايه نص معلقه صغيره كده من الكركم، واليانسون الحصى اهو، وكام عود كده ايه من القرفه. عايزين الكلام الظريف ده يغلي، اول ما يغلي يبقى تمام، مصفه بقى صغيره كده تحطيها على وش الكوبايه، علشان ايه مثلا الجنزبيل واليانسون والحاجات دي كلها ما تبقاش موجوده معاكي في الميه، يا اما لو حصل ووقعت وحطيتيها ما فيش مشكله، هي بترقد تحت ما بتوصلكيش، فاهمين قصدي، لغايه اما تشربي كميه حلوه كده في الكوبايه هتتبقى تحت كده ايه، هيبقوا قاعدين تحت، فخلاص ما فيش مشكله تمام. وبنحليها بالعسل بعد ما بنصبها في الكوبايه، نحط بقى معلقه عسل ونقلب كده وهي سخنه، بنسيبها تهدى شويه ونشربها بقى ايه، وبصحه وعافيه ان شاء الله والف سلام عليكم. والعيال اعمل لهم فنجان صغير كده بتاع القهوه، حتى هم هيحسوا ان هم شكله حلو، كوبايه صغنونه كده يشربوه يرفع المناعه، وكحه بقى او اي ميوكس موجوده او الكلام ده كله يفك الدنيا، وكل حاجه تبقى ظريفه ان شاء الله، والف سلام الف سلام. انا مستنيها تغلي، طبعا احنا عاملين كوبايتين حلوين قوي، وحطينا فيهم الاعواد بتاعه القرفه، انا نسيت احط هنا ليمون، استنوا نسيت احط ليمون، بنحط كمان ليمون اهو، عصير ليمونه كده بس كده، خطير ان شاء الله ان شاء الله، تجربوه بألف هنا وشفا، وبعد الشر عليكم كل حبايبنا اللي عندهم برد.